السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نبقى مع تقليم الأشجار. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتقليم شجرة زيتون عمرها سنة. إذا نبدأ على بركة الله في عملية التقليم. نأتي إلى أسفل الشجرة. إذا لو لاحظنا هذه الشجرة نمت على ساقين، هذا الساق وهذا الساق، ونحن قلنا دائما في عملية التقليم يجب أن نربي الشجرة على ساق واحدة أو على جذع رئيسي واحد. إذا ماذا نفعل؟ إذا أول خطوة، دائما أول خطوة نقوم بتنظيف أسفل الشجرة بهذه الطريقة. إن كانت هناك نموات أو سرطانات فيجب قصها. إذا لو لاحظنا جيدا هذا الساق هو مائل، هذا الساق كما تلاحظون مائل. إذا دائما أختار الساق التي تكون على شكل خط مستقيم، أي تتجه إلى الأعلى. إذا مباشرة نقوم بقص هذا بهذه الطريقة، كذلك قص هذا النمو. إذا ثم نأتي إلى أعلى الشجرة، نقوم بقص هذه الأفرع وأترك الشجرة كما هي. هل نقوم بقص هذه النموات؟ لا نقوم بقص هذه النموات، أتركها حتى في عملية التقليم الصيفي إن شاء الله، وأقوم بقص هذه النموات. لماذا؟ لأن تكون قد ظهرت أعلى الشجرة نموات جديدة، وهذه النموات الجديدة هي التي تكون لنا هيكل أو شكل الشجرة. لو أتينا إلى أعلى الشجرة من هذا المكان نبدأ نكون الشجرة. ماذا نفعل؟ نأتي إلى هذا النمو الموجود في الوسط ونقوم بقصه. بهذا قد بدأنا في تكوين الشجرة بهذا الشكل، أصبحت الشجرة. إذن ها هو شكل الشجرة. يبدأ تكوين شكل الشجرة من هذه المنطقة، هذه النموات الثلاثة هي التي ستشكل لنا هيكل الشجرة مستقبلا. إذا بهذا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظهر الفلاحية، دائما لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، الضغط على جنب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.